بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبو القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمع باب الفراسة من كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام الهروي رضي الله عنه وأرضاه، يقال الفراسة والفراسة وكلاهما صحيح بمعنى واحد. ودليل الفراسة أو الفراسة آية من آيات الله في سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إذن يبقى فيه علاقة بين كلمة توسم وتفرس، لأن الفراسة يبقى فيها تفرس، للمتوسمين يبقى فيه توسم، يبقى في علاقة بين التفرس والتوسم. وأشهر وأصح الأحاديث التي وردت في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وفي رواية: فإنه يرى بنور الله. لو رجعنا بمعنى الفراسة، هنلاقي الفراسة كانت حال عند بعض العرب في الجاهلية قبل الإسلام. إلى هذا الحد نعم، إن كان عندهم فراسة، تأمل، بس تأمل ثقل، عندهم رؤية، نعم رؤية ثاقبة. فكان من الممكن أن ينظر رجل في وجه رجل فيعرف مسلم كافر، صادق كاذب، بل ممكن يعرف كمان شغال ايه، عمله، لا ده طالب علم، لا ده بتاع رجل بريد، لا ده تاجر مواشي، اي حاجه، مجرد النظره. ما هي مش نظرة، مش عين بقى بتبص وخلاص، لا ده في ملكات جوه، في خلفية كبيرة قوي، عقل مليان، بس لما نظر كده عرف مين اللي قدامه ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحديث ربط الحديث بالآية، فيبقى عندنا مرحلتين: مرحلة فراسة قبل الإسلام والفراسة في الإسلام. الفراسة اللي قبل الإسلام كانت لها عدة أسماء: العيافة، كان لها اسم ايه؟ العيافة، واسمها كمان القيافة، وكان لها اسم كمان الريافة. ده
واخدين بالكم؟ يعني ايه؟ يعني ما كانتش حاجة واحدة، مش شكل واحد. فلما نقول العيافة خاصة بالأثر، وده جد من إن المشركين راحوا يبحثوا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة، فتتبعوا الأثر، اسمها إيه تاني؟ العيافة. فضلوا متتبعين الأثر. رغم إن سيدنا النبي خرج من مكة، مكة المدينة كده، لا هو راح غار الثور كده، غار الثور مش في اتجاه المدينة. هما كلهم كانوا عارفين النبي هيخرج من مكة يروح فين؟ المدينة. فتبقى الأذهان كلها منصرفة إلى طريق الإيه؟ المدينة. فسيدنا النبي عمل حركة كده، إيه؟ رجع راح غار الثور جهة الجنوب ناحية اليمن عليه الصلاة والسلام. طب ايه اللي وداهم بقى؟ ها؟ العيافة. فضلوا متتبعين الأثر. لا، ووصل بهم الأثر إلى المحل اللي في سيدنا النبي تماما. وطلعوا الجبل، طلعوا الجبل. وربما حكيت لكم قبل كده إن أنا حاولت أقطع الجبل ده، جبل ثور. تقريبا قعدت حوالي ساعة ونصف، بس كنا في الليل. وما كانش حد معايا، يعني ما كانش في دليل معايا وكنا بالليل. فرحم الله صاحبي الحاج احمد لاري من اهل جده، هو قال لي تعالى ازور غار حراء. فرحت غار حراء، وبعدين رجعنا من غار حراء رحنا غار ثور. انا بس هقول لكم ازاي كانوا متتبعين الاثر حتى في الجبل. فطلعت حوالي ساعه ونص وانا ماشي طالع الجبل كده، فقابلني ناس نازله من الغار من فوق. فقلت لهم هو في حد فوق؟ قالوا لا، احنا اخر ناس كنا فوق. قلت لهم طب احنا فين دلوقتي؟ قالوا في منتصف الطريق، يعني معناها لسه في كمان ساعة ونص على ما اطلع كمان الايه؟ الجبل، عشان اوصل للقمة اللي هناك هتلاقي غار ايه؟ غار ثور. قال لا، أكن المشركين، شوف الجهد اللي النبي عمله، كمان شوف العلم انه فضلوا متتبعين الأثر لحد ما طلعوا فوق. وطبعا كلنا حافظين انه كلهم وصلوا عند المكان اللي فيه سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر قال له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه ايه؟ لرآنا. يبقى ماشيين صح. فسيدنا النبي قال له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ايه؟ ثالثهما يا ابا بكر لا تحزن ان الله معك. دي اول حاجه اسمها العيافه. أو ممكن تسميها قيافة الأثر. خليها حبيت تسميها عيافة ماشي، عشان تفرقها بين القيافة والإيه؟ والعيافة. القيافة خاصة بالبشر. القيافة خاصة بالإيه؟ بالبشر، مش بالأثر. الأثر اسمه عيافة. القيافة خاصة بالبشر. إن يبص كده لواحد كده يقول له انت اكيد من الدولة الفلانية، انت اكيد مصري، انت من النوبة، انت اسكندراني، انت من اهل سينا مثلا يعني، او دولة تانية يعني، انت من المغرب العربي، انت من البرازيل كده. قيافة البشر ممكن تكون
متعلقة بنسب الابن للأب. يقول له انت من عين ابو فلان، انت من قبيلة فلان، لحد ما يقرب يقول له انت ابن فلان. ودي كانت عندهم علم، زي ما احنا عندنا النهاردة تحليل بيقدر يقول الولد ده او الجنين ده او النطفة دي تبع الراجل ده ولا لا. هم كانوا عندهم كده زمان، عشان كده كان المجال ده بالنسبة لهم واسع. عيافة وقيافة وريافة، يعرفوا الأرض، طبيعة الأرض دي، الأرض دي فيها أبار ولا ما فيش فيها أبار، تصلح للزراعة ولا لا تصلح، تنفع للكلى ولا ما تنفعش. اللي يعيش فيها ناس، اللي يعيش فيها يعيش يتاجر ولا يزرع ولا يصنع كده. كانوا فاهمين الكلام ده بقى. في انواع تانية للفراسه اسمها فراسه الحيوان والدوام، في فراسه تانية اسمها فراسه الغيوم والرياح، يعني يقدر في قيافة الحيوان والدواب يقدر يقول لك ان يقول لك البقرة دي حامل في انثى وليس في ذكر، يقدر يقول لك الجمل الناء دي حاملة في كذا او كذا. ممكن الغيوم الرياح يقدر يقول لك الغيامة دي يبقى ممكن تنزل مطر مثلا ساعة، في غيام تاني ممكن ينزل مطر خمس دقايق. الرياح دي جد تقدر يقولوا الرياح دي ممكن تمنع المطر، ما تنزلش المطر هنا، تنزله مثلا في المكان الثاني على بعد مثلا 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو. في فراسة اسمها فراسة الجبال، برضو من دراسة الطبيعة. الطبيعة عندنا ايه؟ لا أودية لا جبال. الفراسة علم من العلوم، علم من علوم علم النفس والاجتماع. خلي بالكم انا بقول الكلام ده كله لان الكلام ده كله مهم، عشان لما يجيش واحد يقول ايه انت بتتكلم في فراسة، ما هو ده علم. خلاص هقول لك ان الفراسه كل اللي احنا قلناه ده عن الفراسه حاجه، والفراسه هنا في الدين عند اهل الله شيء مختلف. ودي فرق اللي هيفرق بين المثقف وغير المثقف. ممكن واحد مثقف ويبقى علماني ملوش في الدين، فلما تيجي تكلمهم في الدين يقول لك انت بتقول ايه؟ ده الفراسه دي حاجه في علم النفس، يعني عايز يقول له انت، عايز يقول انت ما جبتش جديد يعني، وكمان عايز يصادر عليك، ما تقولش ما تتكلمش ما تفتيش، زي ما بيقولوا ما تفتيش لينا بقى. ده الفراسة دي حاجة في علم النفس. فعشان كده أنا بقول لكم الجانب الثاني، عشان لما نرجع نقول الفراسة عند أهل الله لا شيء مختلف. إزاي بقى شيء مختلف؟ سيدنا الهرمي قال التوسم
التفرس، وهو استئناس حكم غيب من غير استدلال بشاهد ولا اعتبار بتجربة. خدت بالكم من الكلام؟ الكلمتين اللي احنا قرناهم دولت حاجة غير اللي احنا قلناه وسمعناه الوقت تماما. تاني، استئناس حكم غيب من غير استدلال بشاهد. العيافة علم لأن لها شواهد، القيافة علم لها شواهد، الريافة لها شواهد، لكن هنا ملهاش ايه؟ ملهاش شواهد. ومش خبرة، مش عشان انت شفت مش عارف ايه تيجي تقول اه ده زي ده، لا مختلف. يقول سيدنا المناوي في شرحه: واستئناس حكم غيب اي ادراكه من غير استدلال بشاهد على غائب، كما يستدل بالبرق على المطر. لما يستدل بالبرق على المطر ما جبناش جديد، أو ده كان الشغل بتاعهم القديم. في سحاب يبقى في ايه؟ يبقى في مطر. فاجئ يعني زي ما بيقولوا كيمياء ديت، لا حاجه طبيعي، ما دام في سحاب ماشي في السماء يبقى في مطر. الفرصه فين؟ انك تقول لي المطر السحاب ده هيسقط ماءه في المكان الفلاني، وهيبقى علم برضه، هيبقى علم، بس انت مش هتصيب 100% لان ده بيد مين؟ بيد الله. بس ربنا اجره لك وعلمك لما تبقى الرياح سريعه تعمل ايه، ولما تبقى بطيئه تبقى ايه، ويعني ده تخصصات مش بتاعتنا، بس علم. لكن هنا الفراسه لا لها علاقه بشاهد ولا لها علاقه بتجربه، فهذه تسمى فراسة. والفراسة عرفها بقى تاني هو النور إلهي في عين بصيرة المؤمن، يعرف به إذا كشف له ما وقع من المتفرس فيه أو ما يقع أو ما يقول إليه أمره. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا ابن عربي في الفتوحات المكية عرف الفراسة فقال كده: نور إلهي. الله الله، طب النور الإلهي ده يبقى علم ولا مش علم؟ لا مش علم. ليه؟ أصل لو أنت حبيت بقى تقول علم كلنا نتعلم نبقى أهل فراسة، لا، ده هتيجي نتيجة شفافية الروح. الفراسة دي هتيجي نتيجة قلب عامل بالإيمان. النور ده هيجي نتيجة إن إنسان له علاقة بربنا وطيدة قوية. فما تقولش بقى إيه ده علم، لا مش علم. ممكن نسميها احنا ايه؟ حال. حال انسان. واعلم انه تعالى جعل حضرة السمات فيها صور بني ادم واحوالهم وازمانهم، وهي مخبوءة عن جميع العالم الا عن القلم واللوح. يعني في الغيب. فإذا أراد الله أن يخص عبدا بهذا المقام طهر قلبه وشرحه وجعل فيه سراجا منيرا من إيمانه فقط، ثم جعل في ساحة من ساحات هذا القلب حضرة السمات. إيه حضرة السمات ديت؟
انه ربنا يطلعك على صورة من يعني صورة من الصورة اللي ربنا احتفظ يعني قدرها يوم أن أخذ العهد والميثاق على بني فأنا وأنت واللي قبلنا واللي بعدنا كلنا كنا حاضرين المشهد ده. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا إيه؟ قالوا بلى. صورة بقى من المشهد ده يوم ربنا يديه لسين من الناس صورة. فأول أنت ما تشوف الصورة دي الصورة دي أنت هتبقى جواك. فأنت لما تبص الواحد كده تقول ايه يا تعرف انا اعرف فلان ده هو بقالي مثلا يجي 10,000 سنة ده انا اعرف فلان ده هو بقالي من حوالي 20,000 سنة الله اذا كان انت عمرك على بعضه ما يجيش 50-60 سنة امال جبتلي بقى الكلام بقى تقول لي من 10,000 سنة ازاي يعني ده الدنيا كلها 7,000 سنة عمر الدنيا 7,000 سنة تاني جابها منين بقى تاني من الصورة اللي ربنا حطها له في ذهنه من عالم الايه من عالم الغيب اسمه يوم الايه ايوه اقول يوم ألست برب الله يفتح لذلك سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر بيتكلموا مع بعض اتذكر يوم يوم فأبنى عن ايه رسول الله يوم دي اليوم ان اخذ الله العهد على بني ادم وقال ألست بربكم هو ده الله اهو فاكرين اهو اتذكر يوم يوم يبقى فاكرينهم في ناس في دماغ فلما تيجي الصورة دي وانت تبص الواحد كده تقول له سبحان الله انا عارفك من يوم ربنا خلق انت اي حد هيسمعك هيكدبك ممكن واحد بس اللي يصدقك اللي فاهم يعني انت بتقول ايه لما تقول لواحد انا عارفك من يوم ربنا خلقك مين هيصدقك يعني بس اللي فاهم هيصدق يوم ايه يوم ألست مين فاهم يوم ألست اقل القليل رأى الامام الحكيم الترمذي في نوادر الاصول عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم كان من هؤلاء سيدنا عبد الله بن رواحة كان عنده فراسة فقال بيت من الشعر ايه قال إني توسمت فيك الخير أعرفه بصيت في وشك كده قلت الراجل ده أهل خير الراجل ده أهل علم الراجل ده أهل فضل الراجل ده بيكبر خواطر الناس الراجل ده كذا إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت والله يعلم أني ثابت البصر ثابت البصر يعني عيني ما تكدبش نظرتي ما تخيبش كده فاكرين سيدنا عبد الله بن سلام ده الراجل اللي كان يهودي ده بيقول
لما النبي هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة، فالناس جملوا كتير كده لفوا حواليه، فاكرين طلع البدو علينا؟ فالناس جم كده وكلهم عمالين يهللوا طلع البدو علينا. عبد الله بن سلام يهودي، وابني وابوه كان يهود، بس هو عالم وابوه كان ايه؟ عالم في اليهودية. فبيقول فجعلت انظر اليه، على يمين لسيدنا النبي، الناس كلهم مبسوطين منه، انا يهودي ساعتها يعني. فجعلت انظر اليه حتى تثبت، يعني تأكدت، مش مجرد نظرة عابرة كده، لا فضلت كأني متفحص كده، عمال ابص في عينيه وابص لجبهته وابص لوشه ملامحه، فوالله ما هو بوجه كذاب. وحط الحكم عليه من ساعتها، فوالله ما هو بوجه ايه؟ كذاب. طب هو شاف حاجة من عن سيدنا النبي؟ أبدا. عامله؟ أبدا. طب بيحكم بالسيرة بتاعته اللي سمعها؟ أبدا. هو قال نظرت فجعلت أنظر إليه، يعني عايز يتأكد كده الشكل ده، العين دي، الوجه ده وجه نبي ولا لا؟ قال فوالله، قال فوالله ما هو بوجه ايه؟ ما هو بوجه كذاب، يعني رجل صادق. اللي يقول عليه يبقى صح. والفراسة على ثلاث درجات، الدرجة الأولى فراسة طارئة، بيسموها ايه؟ رمية من غير رام، نادرة، تسقط على لسان وحشي، يعني لسان مش معتاد ان هو يقول الحكمة ولا يقول معلومة صح، بس طلعت منه كده. ويكون في العمر مرة لحاجة سمع مريد صادق إليه. ولذلك في مثل هذا بيقولوا عندنا مثل في أهل مصر، خذوا فلكم من عيالكم، خذوا فلكم من عيالكم، يعني خذوا الفأل الحسن يعني من الأولاد، من الأطفال الصغار. ممكن واحد كده بيتكلم مع واحد، مع والدته مثلا، يا ماما او يا امي او يا ست الكل، انا عايز اخطب اخطب واحده، ممكن تقولي لي على واحده كده؟ فهي تقول له ايه رايك في بنت ابو فلان؟ عيل صغير عمال يلعب حواليهم كده، تقوم تطلع منه كلمه قمر، فالكلمة خلاص تتسجل، هي الأم بتتكلم بطبيعتها، الابن بيتكلم بطبيعته، بيتكلموا في موضوع، بس سمعوا الولد بيقول، الطفل قال إيه؟ كلمة إيه؟ قمر، معناها جميلة، حلوة، صالحة، طيبة، زوجة صالحة إن شاء الله. قالوا شوف العيال بيقول إيه؟ شوف الولد قال إيه؟ ممكن ده يحصل من طفل، ممكن يحصل من راجل عادي، ست عادية، شاب، حد تتوسم فيه إن يقول كلام حلو أو لا تتوسم فيه كده. دي اسمها فراسة إيه؟ طارئة. فراسة ديت بتتكرر؟ لا، نادرة، قد تكون في العمر مرة.
طبعا سيدنا بيقول هي في العمر مره، ممكن تبقى مرتين، تبقى خمسه، تبقى 10، مش كتير يعني، كل 10 سنين يقول مره مثلا. قال لكن الا يوقف على مخرجها، يعني ما تقولش ايه، ما تجيبش بقى الواد اللي قال ده او الست اللي قالت ديت او وتحقق معاه انت كنت بتقول ايه وتقصد ايه ومش عارف، ما ملوش في الكلام ده. ده هي طريقه، ده هي فكره ربنا اجراها على ذهنه ونطق بها لسانه خلاص، ما عرفش حاجه، فراسه طارئه. لا يؤبه بصاحبها، يعني لا يحترم ولا يقدر ولا يعظم، ليس من اهل الحرمه، مش راجل كبير وعنده هيبه ومش عارف ايه، ولا استاذ ولا راجل متعلم ولا قاضي ولا محامي ولا مدرس ولا لا 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 حد كده. وهذا شيء لا يخلص من الكهانه ولا وما طاهاها، يعني يقول لك ابعد، اوعى تنسب الفراسة حتى لو كانت ايه، حتى لو كانت نادرة او طارئة، اوعى تنسبها للعرافة والكهانة والشعوذة، لا لا دي حاجة ودي حاجة، فديت ملهاش دعوة. واحد يقول لك انا بضرب الودع، واحد بيقول لك مش عارف اقرا الكف، واحد بيقول لك مش عارف ايه، ده كله كلام مل به طريق. كمان قال ايه بقى؟ لانها لم تشر عن عين ولا علم ولم يسبق بوجود. يعني الفراسة مش جاية من نظر انت هتقيس عليه ولا علم انت هتقيس بيه، لا الفراسة حاجة مختلفة. انت بصيت كده لواحد جاي مثلا يخطب اختك، ماشي، فانت بصيت له كده خدت عنه انطباع، لا ده مش هينفع. مش هينفع ليه بقى؟ في قصه بقى، قصص نروح بقى ندور ونشوف ليه انا خدت منه موقف، ليه الانطباع ده، عشان تشوف نفسك انت صادق ولا مش صادق. صادق الحدس، يعني لما بيكون لك رأي كده بتبقى على صواب، ولا بتقول كلام وخلاص كده ونيجي ندور عليه نلاقي ملوش أساس. راجل رحت تشتري من واحد، فأول ما وقفت قدامه كده قلت إن شاء الله ربنا هيرزقنا منه إن شاء الله، أنا هكسب وهو هيكسب، البيعة ديت إن شاء الله ماشي كده. تقوم تدور، تقعد معاه 5 دقايق يحكي لك قصة حياته في 5 دقايق، أنا كنت كذا والصدق والأمانة والتجارة وبدأت مش عارف إيه ومش عارف إيه وربنا بارك لي وعندي 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 كده. فالفراسة ملهاش دعوة بالإيه؟ بالعرافة ولا الكهانة، وملهاش علاقة بالتجربة ولا بالعلم، لأن صاحبها النوع الأول، يعني اللي هي فراسة طريقة، لأن صاحبها يشك هل تصح أو لا، ولم يسبق بوجود أي ما شاهد ذلك ولا وجد. طيب سيبونا من الفراسة ديت، لأن الفراسة ديت زي ما بنقول إيه، طارئة عارضة جاية بظرفة رمية من غير رام، مش هي اللي احنا هنركز عليها او احنا اللي عايزين. ما عايزين ايه؟ احنا عايزين اللي قال عليه سيدنا الهروي، استئناس حكم غيب من غير استدلال بشاهد ولا اعتبار بتجربة.
دي هتلاقيه فين؟ في الفراسة رقم 2 والفراسة رقم 3. فراسة تجني تجنى من غرس الإيمان، وتطلع من صحة الأحوال، ويلمع من نور الكشف. وده هيرجعنا بقى لمين؟ هيرجعنا لسيدنا أو أسيادنا من سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، صحابة. سيدنا عثمان بيقول: دخل علي أنس بن مالك رضي الله عنه يوما، فلما نظرت إليه قلت: أيدخل ما بال الرجل يدخل علينا وفي عينيه آثار الزنا؟ فسيدنا أنس ساعة ما سمع الكلام ده من سيدنا عثمان اتاخد كده وقال لسيدنا عثمان: أوحيا بعد رسول الله؟ ايه ده؟ هو انت بيوحى اليه بعد النبي؟ قال: لا، ولكن فراسة صادقة وبصيرة نافذة. راح يسأل سيدنا ايه؟ سيدنا انس: ايه اللي حصل يا انس؟ قال له: وانا جاي مررت بالسوق فنظرت الى امرأة. اكيد اكيد سيدنا انس يعني مش كان رايح النازل السوق عشان يتغزل في النساء، لا طبعا، ده بيقول مررت بالسوق يعني ماشي كده زينا كلنا كده دلوقتي، ربنا يعرفينا جميعا، ماشيين في الشارع ودي رايحة ودي جاية ودي ماشي وده جاي ورايح كده. فمن ضمن سيدنا أنس شاف امرأة، رأى، فربما كانت فاتنة، ربما كانت فاتنة، فيعني يعني خدوا النظر كده، خدوا النظر، بس يعني ايه يعني؟ هو فضل يعني يتأمل فيها ولا يصورها يعني؟ أبدا، ما نظرة نظرة، لا مش فضل يتأملها ولا يفصل فيها ولا يحدق النظر ولا لا لا لا، هي نظرة. قال: بس النظرة دي اتعملت بصمة، بصمة فين؟ في العين. مين اللي شاف البصمة بتاعت العين ديات؟ سيدنا عثمان. كده أول ما شاف سيدنا أنس قال كده: ما بال الرجل يدخل علينا وفي عينيه آثار الزنا؟ الله، هي النظرة زنا؟ أي مش النبي قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس؟ يبقى في زنا بالعين. بس مين يشوف الكلام ده؟ حد مليان ايمان، حد ممتلئ احسان زي سيدنا عثمان. فبيقول له وحي، قال له: لا، فراسه بصيره، ان في ذلك لايات للايه؟ للمتوسل. وقالوا لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، كان هو وسيدنا محمد بن الحسن تلميذ سيدنا أبو حنيفة، كانوا قاعدين في الكعبة مرة، وهم قاعدين في الكعبة شافوا رجل داخل حياتها، لكن قدر الله ما شاء فعل. شاف رجل داخل من باب المسجد الحرام، فسيدنا الشافعي قال لمحمد بن الحسن: تفرس، يعني بص له كده وقول رايك.
وسيدنا ابو محمد بن حسن قال لسيدنا الشافعي تفرس يعني بص له كده قول. فقال احدهما نجار وقال الاخر حداد، فحاجه من اتنين، لا يطلع نجار لا يطلع ايه حداد. ولو كانت المساله كده يبقى واحد فيهم صادق والتاني هيطلع ايه. فلما اقترب منهم ندوه يهد نجار انت؟ قال كنت. تنجر؟ قال كنت نجار. ما شغل ايه؟ قال حداد. فيبقوا الاثنين ايه؟ هذا نظر اليه في الماضي. يا سلام، خلي بالك اوعى تقول لي بقى ده بص لايديه ومش عارف ايه وبيدق وما بيدقش، لا بيبص لوشه كده، بص كده في وشه. ده قال نجار وده قال حداد، طلع في الاخر ايه؟ الاثنين نجار وبعدين تحول الى ايه؟ الى حداد. شوف الفراسه، الفراسه اللي احنا عايزينها فراسة تجنى من غرس الإيمان، يعني نفضل نشحن القلب إيمان 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 إيمان، نزود القلب يمتلئ إيمان. تقول لي نفضل إيه يعني إيه الإيمان؟ استعانة بالله وتوكل على الله واعتماد على الله ويقين في الله وحسن ظن في الله ورجاء في الله كده. املأ قلبك بمعاني الايمان. كل ما تملأ قلبك بمعاني الايمان يظهر النور هنا على وشك وفي عينك وفي سمعك وفي بصرك وفي عقلك وفي جسمك وفي روحك. املأ قلبك بالايمان يشع جسدك كله يشع نور. دي اللي احنا عايزينه. قالوا كمان وتطلع من صحتي وتطلع من صحة الأحوال، يعني عايش معاني التجلي ويلمع من نور الكشف. قال فإذا صدق الحال صدقت الفراسة. واحد مثلا تخيل كده، تخيل واحد عمره ما كذب، ما بيكذبش ابدا ابدا، ده لما يشوف حد ويتفرس فيه كده ممكن تجي له فراسه ولا مش ممكن؟ ممكن. ليه؟ لان الصدق بيطبع النور في القلب، لانه جزء من معاني الايمان. الايمان التصديق، فهو رجل صادق وصدوق وصديق، فهيطلع ايه؟ الصدق. والنور الكشفي يجلو به في جملة ما يجلو. الدرجة الثالثة فراسة سرية شريفة لم تجتلبها رؤية، يعني مش مبنية على فكرة معينة، مش موجهة، فراسة مش موجهة، لا ده فراسة منحة إلهية على لسان مصطنع يعني مصطفى ربنا مختار تصريحا. الفراسة تيجي تصريحا ينطق بيها أو رمزا يشير إليها. زي إيه؟ ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب يا رب. واحد يزور واحد وهو لسه عنده مولود صغير. الولد ده مولود بقاله قد إيه؟ بقاله شهرين، بقاله سنتين مثلا.
فالرجل الصالح اللي بيزور صديقه ده بص للطفل كده وهو بيرضع وهو بيزحف، فقال له ان شاء الله ابنك ده يكون مهندس كبير، ابنك ده ان شاء الله يكون طبيب كبير، ابنك ده ان شاء الله يكون عالم من علماء الفلك كده. هي الله، مين اللي أقدر على ذهنه نقول في المكان ممكن يقول حاجة تانية؟ يقول له هيطلع نجار مسلح 100% ممكن، بس لما قالوش كده قال له مهندس، طيار، عالم من علماء الفلك كده. ويمكن اللي بيقول ده مش مدرك يعني الابعاد بتاعت عالم الفلك ولا الطيران ولا مش عارف، بس هي الفراسه طلعت كده. الفراسه قالت ويمر الزمن 20 سنه 30 سنه، يجي يسال عن الولد ده، الولد ده اتعلم الحمد لله تعلم، تخرج الحمد لله، تخرج طلع ايه الحمد لله، شغال في مصر الطيران، يعني ايه يعني طيار، يعني بيسافر الله او في الجيش او مش عارف كده. فراسة ولا حرج على قبل نطقا تصريحا بالنطق او رمزا، يقول له شاف ابنه كده مثلا عنده 10 سنين بيلعب فقال ده ابنك؟ قال له لا ده حفيدي. قال له ان شاء الله الولد ده هيبقى مفتوح عليه في العلم، هيبقى مفتي الله. يروح الزمن ويجي الزمن هو ما بيجيش، ابنك الولد اتعلم اتعلم الحمد لله، خلص الحمد لله، اشتغل ايه؟ اشتغل الحمد لله مدرس، لا ده الحمد لله اتعين في الجامعة بقى استاذ في الجامعة، شوية بقى ايه بقى يفتي بقى مفتي، ولا حرج على فضل الله. بس المهم يكون الكلام ده نابع منين؟ من القلب، نابع من جوه، ما يكونش تجمل، ما يكونش فيه تكلف، ما يكونش فيه تصنع، ما بنجاملش حد، بتقول اللي ربنا منور، اللي ربنا نوره لك وموره لك تقول عليه. اذا حبيت تحتفظ بيه كسر مفيش مشكله. المهم ان الفراسه نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى، لها علاقة بالعلم طبعا. السؤال الأخير اللي هنختم بيه بقى، هل يترتب على الفراسة حكم شرعي؟ يعني افترضنا واحد توسم في واحد انه حرامي، هل ينفع يتطبق عليه حكم انه حرامي بالفراسه؟ تعرفوا ان العلماء اختلفوا في المساله دي، قالوا يعني لو كانت الفراسه صادقه 100% ممكن نحكم، بس هيبقى حكم خاص، هيبقى محتاجين له شاهد ودليل. لكن جمهور العلماء قالوا لا يحكم بالفراسة على إنسان أنه صالح أو كاذب أو سارق أو ما شابه ذلك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المبارك والآل والصحبي وكل سالك، والسلام عليكم ورحمة الله.